18 شرطا وضعت في استمارة التقديم للحصول على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصارف بغداد، شروط أقل ما وصفها البعض أنها تعجيزية، خصوصا التي تتعلق بشرط الكفالة ورهن سندات عقارية. أول شيء الشروط التعجيزية هي كفالة الموظف، أول شيء مو كل بيت بيه موظف، هاي شغلة. شغلة ثانية النسب اللي طلبوها كلش عالية، النسب الأرباع فوقها. تتع القرض تجيب موظفين، الموظف لازم راتبه فوق المليون، يعني سالفة شو اسمه. أنا لو عندي واحد بالعائلة راتبه فوق المليون، شو أسوي بعد القرض؟ ومع ارتفاع معدلات البطالة في بغداد، وجد الخريجون المتقدمون للقروض أنها مخيبة للآمال، سيما وأن نسبة فوائد المصارف الأهلية تصل إلى 150%، وكذلك الأمد القصير للتسديد. أكيد هذا راح يولد عزوف عن يعني المضي فيه في هكذا أمر، فأنا أقترح أنه هاي المصارف تسهل الأمور وصعبها في طلب الشروط هذه، يعني بالأخص تكون متيسرة لسنوات. لمن هو ما عنده يسدد، يعني ما أتوقع راح يلقى أشخاص إنه يعينوه مثلاً ككفيل. أكو هسه الكفيل، هي المشكلة بالكفيل، من يروح للمصرف يريد قرض يجيب الكفيل، والكفيل حتى لازم يوفر فد مبلغ كبير يلا يكفل هذا الشخص. أوساط الرقابية تتحدث عن وجود عشرات المصارف غير الخاضعة للرقابة، تسعى إلى تحقيق أهداف الربحية من خلال فرض سياسات مالية تضر باقتصاد البلاد. ويقول خبراء الاقتصاد هنا في بغداد أنه يجب على الدولة فرض رقابة أكبر على عمل المصارف الأهلية والعقارية التي تسعى إلى الاستفادة تحت مسميات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متناسية آلاف العاطلين عن العمل. من بغداد، خطاب عادل، الشرقية نيوز.